الكوزينة راه يسير ضربت تقلب. آه بخيتي وشدني فيه وشدني فيه وشدني فيه ويجيبو يشدو معايا حوجي. انا شد دي حيه شتا هي شيرات طاق على منطاق طاق على منطاق مش غادي نضربك سبب انا ماشي سير الحادثه كيما اي كيما العاده زعما روتين. اي قلت على الزيتات تقول راني عندي الزيتات تروح الدوله تدخلني الغاز باسكو الزيت راه طاح تخبص ليسونسيال اش غنديرو دروك نقسم معاهم حتى الشورت تاع بنتي شرامي تاع الغاز كاع كانوا مشو مخين غاسلتهم بنشرتهم منشفوش ايماجيني نتوما اش درت بغيت نحل الكوشه خفت لي ضربي تريسينتي كهربني خفت لا نلصقت الماكينه اش درت هذا الشورت تاع بنتي معليش المهم نخمل الكوزينه تاعي نغسل الماي اللي نشارك معكم روتين المسائي تاعي مور الفطور. مبدئيا هنا بديت بالبلاط تاع الكوشه باش نحط فيه البيتزا اللي كانت باغيت لي مفطور وندخلها في الكوشه ونبلع عليها كيما على بالكم سواء حد المعجنه سوقا مدى بكم كي تبغوا تحموا من هاك ديروهم غير في الكوشه. الكوزينه تضرب تقلب تقول لي راني علاه ما تخفيش على روحك تغسلي الماعين طيبي منو تغسلي من نقولكم بلي كنت عيانه وفشلانه ومريضه وقعدت يا ربي نسلك غير هذيك البيتزا باسكو كنت ديجا دايره لايف في في فيسبوك وشافوني الناس كيفاش كانت الحاله تاعي تما قلت يا ربي غير نسلك كما قال لك الفطور مو الفطور ربي ورحمته. مسحت الكوشه تاعي ثاني كان فيها واحد التخرميج وكانت مسخمه بكم بعد كل طياب تمسحوها باش ما توسخ لكمش. انا حبيت عروس لقيتها لاصقه لداخل البرجاس قال لي شغل دخلت بين الزجاجه وهذيك الصفايه تاعها. هنا البنات ما مسحتش ما كذبش عليكم كتشوفوا في الحياه كي راهي دايره هي ملبصه. رجعت الصوالح لي جو فوق الكوشه باسكو طيبت فيها وكي نبغي نطيب تسخن ما خليتش الصوالح فوقها. كتبوا لي في لي كومونتير قولوا لي شدرت الفطور نهار الثالث تاع رمضان شدرت الفطور. انا كيما شفتوا درت بيتزا و يعني نهار الثالث اللي هو الفلوك تاع المومو تاع اللي قبل هذا يعني ماعين تاع هذا ماعين تاع نهار الثالث درت وقيلا بيتزا وشوربه وشو ثاني صحيح ده ما كان شوربه وبيتزا حوج والروز بالدجاج. غسلت هذوك الماين تاني البنات فيت فيت. مادا بيكم تقولي البنات راكم ديروهم الفطور يعني راكم تتبعو مسلسلات ولا راكم تخرجو ولا راكم تصلو التراويح وين وصلتو في القرآن يعني مادا بيكم نحفزو بعضياتنا. شلت هذوك الماين البنات قلتلكم لي غسلتهم فيت فيت غي تبانلكم الهضرة فيت فيت هما هما اقسم بالله لا عييت فيهم شتو كتكوني هاكا مريضة وفشلانة باش منعيش نبقى غادية ومولية لبالكم. جبت غي هداك الساشين تاع البوبا الحشاكم حطيته حدايا فوق الكرسي وحطيت فيه قاعدك جلاخ. عادة يعني عادة كي نطيب ولا تكون عندي عزومة صراحة وما نكونش عيانة جسديا نقي أول بأول يعني اللي نوسخها نغسلها واللي نوسخها نغسلها ونستفها وندير الساشي تاع بوبا لحدايا باسكو على بالي غادي كيجو عند الضياف ديرو حسابكم يدخلو الكوزينة يدورو في داركم فاهمين تما دابيا تجو الكوزينة تاعي تبقى نقية تما اش ندير بوبال تاع زبل لحدايا حشاكم تاع صليح نحط فيها الصليح اللي يخرج لي يعني اللي مطي يخرج من الطياب هي وتبقى الكوزينة تاعي نقية تشعل يعني كيجو ضياف يلقاو كلشي مغسول ماكلتي طايبة يعني ماكلتي طايبة وكوزينتي نقية كلشي نقي. المهم وكي نكون وحدي ونكون عيانه ونكون فشلانه وسيرتو دوك مع الصيام وكاع ما نقدرش نفورسي على روحي كثر يعني ما عنديش الجهد كثر من هذا يعني هي هذه هي طاقتي انه انا نطيب وبعد الفطور ربي برحمته فهمتوني. غسلت هذوك الماين سلكتهم وما كانش بزاف يعني غريبه لكم باسكو كنت منظمتهم وكاع كنت غير قايستهم هكا فوق البوطاجي تما كانوا يبانوا لكم بزاف ولكن في الحقيقه هما والله ما بزاف. المهم سلكتهم تاني كان عندي واحد الغسيل تاع القش الماشينه راهي خاسره يا اخي قلت لكم في الفيديو السابق انه الماشينه تاعي راهي خاسره وما سقمتهاش يعني مازال ما سقمتهاش وعندي جاري من جهتي يعني في الزنقه تاعي يسقم دو الماشينه وفريجيدر وهاد الصوالح ولكن مازال ما خرجتلاش ما باش اسكو يحل في النهار يحل في الليل ما على باليش. المهم مازال ما رحتش عندها نعيط لها زعما باه يجي يشوفها لي. وديك البيتزا اللي بقات يا اخي قلت لكم دخلتها في الكوشه هنايا نحيت هذاك الرغوه قصتها ديجا كانت وليت شف العالي والدو بالحجر. مسحت البوطاجي تاعي مسحت الطابله المهم نقيت كاع دوك البلايص وين يشوف احمد باسكو على بالكم تا مور العيد عاد باش نولو نقو ونشوف بوزيد دروك كما قال لك انا غنسلك واحد الروز بقالي ثاني كمل بقالي من الفطور تجي حطيت على جهه طبعا ما حشي تاكل في السحور. البنات انصح تفكرت قولوا لي شات تصحوا يعني في السحور شات تاكلوا كاين اللي ياكل كيما نقولوا الماكله كيما انا وحده من الناس ناكل اللي بقى لي باغ اكزومبل اليوم بقات لي بيتزا حميتها وكليتها تصحرت بها ولادي ديجا هما يسهروا معايا حتى للزوج هي يوم ياكلوا معايا زعما يتسحروا معايا كي نسحرهم يتسحروا معايا الدراري. المهم قولوا لي شاكم تاكلوا في السحور القص تاعي ديجا محروق ما تركزوش عليه. هنا البنات بعد ما كملت الكوزينه تاعي دخلت طبقت القش
وهذاك القشطه اللي تاع الدراري ثاني لا على جهه، وعرمت قش طيحت الماريو اللي كان مخرمج وكاع تاعي تاع الدراري طيحته، وعاودت له تطباق مع شويه قش كان منشور عندي دخلته باسكو غادي نغسل القش على هذيك. خويت ليزار تاعي، انا قلت لكم ليزار صايي بديت نخرف صاي، خويت هذوك الحبال طبقت منها كيما كنت تشوف كيما هكا، ودايره هذاك الجزء سبيسيال الكوزميتيك وطبقت كلش استفته. هاد الجزء دايره فيه كوزميتيك، دايره فيه تخرميج هكا اللي ولادي يلحقوا لهم على بلي خسروا بسبب بعدتهم عليهم على هذيك، ثم خليتهم في هذا الاطار شويه بعد عليهم. نقول لي اسكو نتوما تطبقوا رمضان في رمضان تطبقوا الماريو ولا غير تقيسوا غير هكا كوصاي؟ صراحه انا ماشي من عوادي زعما كي نخليه يخسر، صافي نبغي نطبقه يعني نبغي توجور كيما كنلقاه مستف. وبغيت نوريكم البنات هذا المصحف، مصحف الجماهيريه، هذا المصحف شيناه من ليبيا قديم، يعني هذا المصحف راه عندنا ملي كان عمري 11 عام، تدروك راني 26 عام ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك، راه في قريب 15 عام عندنا هذا المصحف، يعني كبر معايا. اول مصحف قريته انا واختي، يعني دخلنا نقرو في الجامع شريناه. غادي تقولوا لي و بردي حوجي تبريري تغسلي غسلتي القش في البوطاجي شي لا غير بشيرات داري راه محلول، ما نكذبش عليكم داري راه محلول وما عنديش الجهد باش نجمع، وهذيك التجميعه راكم عارفين جماعه تغسلي القش في الارض تزيد تحلي ظهري كثر، فهي نغسل في البوطاجي في لافابو، لافابو عندي صغيره غسلتها في البوطاجي، وكي كملت عاود رغويت البوطاجي تاعي بالجافيل والايزيس وتنقى زعما نورمال فيها والو. ما تكذبوش على روحكم، ما تكذبوش على روحنا كاع كما قال لك كاين عيون نقو غير تما هكا بالوكي، باسكو انا ميم من كنت في الطرق كنت كاين ولد ما نقدرش نغسل القش، عيبك خيال بالكم بلي زياده تاعي الزوجه ما كانتش عندي ماشينو، يا زياده تاعي الزوجه في محمد ما كانتش عندي ماشينو، كنت نغسل القش على يدي كنت نغسلها في البوطاجي باسكو ما نقدرش نطواط لتحت وراكم عارفين مخيطه ما تقدريش. المهم غسلت هذاك القش البنات كامل هذاك كاع غسلته على يدي، والماشينه الحمد لله الماشينه يعني اللي تغسل خسرت واللي تعصر ما خسرتش، باسكو لو كان اللي تعصر خسرت لي اللي يحسبكم هذا القش يدود حتى جوج جوارين يقولوا لي حامبوك الريحة يخرج من عندك مزيه مزيه مزيه. العصاره تخدم غير الماشينه اللي خسرت. هنا البنات شوفوا هذا الموقع غادي نسيق، ما ندير تسيقه شابه للدار تفحفح الله الله بالايزي بالكريزي عفوا. الكوزينه نقيتها مسحت البوطاجي رغويت هذاك البوطاجي وين غسلت سيقت الارض رفدت هذو الكراسي. طبعا احلى حاجه كي نبغي نسيق رفد الكراسي نحس براحه. انا بالنسبه هذا البقشه تاع الفطور ملي تخرج رمضان النهار الاول والزوج حتى النهار الثالث باش غسلتها، تما ما نبغيش نغسلها بزاف باش ما تخسرش، ماذا بيا كاع نستحفظ عليها باش ما تخسرليش. تبغي تاتا؟ شحال تبغوها؟ تبغي هكا؟ تبغي تاتا خديتك صوالح؟ ولا شكرا هي خاصها حال الكوزينه دوك نجي شتو عيطه محمد قال لكم نبغوكم هكا. المهم حبوباتي وصلنا نهايه الفيديو، نوريكم عاد في الصاله وفي الدار وكاع كلش راه نقي الحمد لله كلش راه شغال غدوه مع الصيام وكاع، تما يا ربي نطيب ونشد المصحف وكما قال لك شويه عبادات. هذا ما عنديش حاجه جديده، بغيكم نموت عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فلوق واحد اخر. سلام.